كان في فاعلية مهمة جدا على المستوى السياسي والاستراتيجي والعسكري. الرئيس النهاردة كان بيفتتح عدد من المصانع في شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة. والنهاردة هذا الافتتاح ما تمش إذاعته على الهواء. ليه؟ أنت بتتكلم عن صناعات عسكرية. صناعات عسكرية، مصر دخلت عصر الصناعات العسكرية، الناس شغالة بخبرة مصرية، والناس يعني ما كانش على الهواء، ما كانش على الهواء مباشر، ممكن بعد كده يتذاع، بس ممكن ما يتذاعش كله، لأنه في ما يتذاعش كله، لكن الجولة مثلا، الأسلحة اللي تم تصنيعها، مصر داخلة عصر جديد ومختلف. طيب هنا ده أنت بتوجه رسالة مهمة جدا. رسالة إنك مش بس بتشتري سلاح، لأ ده أنت بتصنعه. وعايز أقول لحضراتكم أنت بتصدر بعد كده. فالفعالية بتاعت النهاردة دي الناس لما تلتفت ليها وتشوف، يعني مثلا يقول لك إيه؟ إنه المصانع دي، المصانع المتخصصة، مصنع 300 الحرب، إنتاج أسلحة وذخيرة صغيرة ومتوسطة وثقيل من البنادق الآلية والرشاشات المتعددة. كويس؟ وبعدين أيضا في هذه الفعالية نفسها تم افتتاح مصنع لمشتقات الألواح الشمسية في شركة بنها للصناعات الإلكترونية، ومصنع البطاريات التابع لها لشركة قاهة للصناعات الكيماوية ميم 270. في مصر داخلة في طريق مهم جدا، أعتقد إنه ده يجب أن يحظى به اهتمام الجميع يا أخي من باب المعرفة، لأنه في ناس طلعوا وقال لك إيه، مصر ما بتصنعش كاوتش، لا ده مصر بتصنع كاوتش وغير الكاوتش، وبتصنع حاجات كتيرة جدا. وخلونا كمان نستمع ل زي ما بيقولوا يعني آل البيت اللي هم كانوا موجودين في هذه الاحتفالية ويقفوا وراء هذه الصناعات الثقيلة. خلينا نستمع من المهندس طارق عزت، رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة. باشمهندس أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم والاستاذ مصطفى. يعني وبنبارك الافتتاحات اللي حصلت النهارده، وبنطمع انك يعني تضعنا في الصوره الكامله، يعني ما الذي كان لدينا اليوم؟ سيادتك زي ما سيادتك الساده المشاهدين شافوا النهارده، احنا تفقدنا مصنع لتصنيع الذخائر الصغيره، وتفقدنا مصنع لتصنيع الذخائر المتوسطه، ثم بعد كده تحركنا الى مصنع لانتاج الرشاش المتعدد 7251 مللي. واخر خطوه كانت منطقه اختبارات وهتبات ضرب النار لاختبار المنتج النهائي من هذه الذخائر او الاسلحه. وده كانت جوله السيد الرئيس لينا اليوم، وزي ما سيادتكم تابعتم جميعا. طب احنا بنسال يا فندم على الخبره المصريه، يعني المساهمه المصريه في هذا التصنيع، يعني لدينا خبره اجنبيه، احنا دورنا ايه في هذا التصنيع يعني؟ لا انا اختلف مع حضرتك، ده هو التصنيع مصري اساسا، انا مش دوري ايه ده. لا لا ما انا ما احنا ما انا عشان اسمع الاجابه دي يا فندم يعني انا اتفضل. انا شايف كده السؤال معكوس. لا لا انا قلت ايه، قلت ايه دورنا، يعني الخبره الاجنبيه موجوده قد ايه واحنا دورنا قد ايه؟ هو فيها فن شخصين. اتفضل. شخص الاساس سيادتك، دخلنا احنا حتى المصنع، ويمكن احنا طبعا القياده السياسيه على رأي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على زياره هذا المصنع وافتتاح هذا المصنع، علشان الجمهور المصري بالكامل يرى الصناعه المصريه الحربيه في من خلال زيارته للمصنع. تمام. احنا بدانا في اول مصنع من المنتج الخام تماما، الى ان وصلنا الى المنتج التام والكامل النهائي، يعني احنا عندنا هنا 100%. تمام يا فندم. تمام. تمام. دخلنا في برضه الجزء الثاني بتاع الجزء الذخير، صناعه الذخائر المتوسطه، هو تفقد خطوط الانتاج في المرحله الاولى حول المكابس واسران المعالجه، ودي يا فندم بتصنع الجزء المعدني. ثم بدانا في تفقد القطاع الاخر اللي هو بيشتغل على التشكيل لقطاعات المعدنيه، يمكن شفنا فيه احدث الماكينات من السويس تايب والمالتي سبندل وكلها سي ان سي، معظمها ماكينات حديثه جدا علشان تديني الكفاءه في التصنيع. تمام.
كفاءه التصنيع دي عشان اوصل للدرجه دي، ده بيبقى مجهود كبير. بدل ما اشتغل على معده التراديشنال القديمه بنقعد عليها نشتغل على 5 6 ماكينات عقبال ما اطلع بيه المنتج بالشكل النهائي اللي انا عايزه، احنا على ماكينه واحده بنحط لها البروجرام بتاعنا تطلع بيه المنتج اللي الناس شافته المقابل. تمام. طب احنا كان عندنا شفنا النهارده كمان فندم اول لودر مصري. هو اللودر المصري كان عرضه مصنع ميتين الحربي. واعتقد احنا قدامنا على الشاشه اهو للساده المشاهدين. لا هيكون طبعا مصنع 200 دول اتفق انه يعرف يتحدث عنه اكثر مني عشان يوضحوا. تمام. المشاهدين اكثر يعني. تمام. بشكرك جدا مهندس طارق عزت رئيس مجلس اداره شركه ابو زعبل للصناعات المتخصصه. فهنا احنا السؤال ايه ما كانش معكوس، يعني السؤال احنا قد ايه مصري قد ايه خبره اجنبي، لانه كمان دي فرصه للتاكيد على انه هناك صناعات في الاسلحه 100% مصريه، ودي خطوه لازم الناس تبقى عارفاها ولازم الناس تبقى معتزه بيها كمان، لانه انا زي ما بقول لحضراتكم في تشكيك يقول لك احنا ما بنصنعش حاجه. لا، وجزء كبير جدا من الازمه اللي حاصله في مصر انه الناس ما بتبقاش عارفه ايه اللي حاصل على الارض، وناس وحد شارح لها انه والله ده هيبقى مفيد في ايه. دولة بدون صناعة في كل الاشكال، الصناعة دولة بدون صناعة ما بتبقاش دولة، يعني الصناعة عصب اساسي. فده مثلا حاجة مهمة جدا من الحاجات اللي كانت موجودة. عشان في حاجتين بقى مهمين طول الوقت بتكلم على ايه، الصحة والتعليم.